السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شيء يرتبط بالقرآن أصبح عظيم. انظر، جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، بمعنى جبريل. الثاني، نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح سيد الأولين والآخرين وأفضل المرسلين، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الشيء الثالث، القرآن الكريم نزل في شهر رمضان فأصبح سيد الشهور. الشيء الآخر، نزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي، كما قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم، ونزل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح خير الأمم. فوالله الذي لا إله غيره أن القرآن الكريم إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أوصيكم وإياي بالتمسك على القرآن. السلام عليكم.